اليوم بفقرتنا الطبية رح نحكي عن أمراض وحالات مرضية كثيرة ونسمع عنها من وقت للتاني. مشاكل الإنجاب هي واحدة من الأمراض الشائعة عند الرجال والنساء، أبرز الحالات هي العقم المؤقت. تماماً يا أملي، ممكن يصير العقم بسبب مشكلة صحية عند الزوج أو الزوجة أو مجموعة من العوامل يلي بتمنع الحمل، ويمكن للعديد من العلاجات الآمنة والفعالة أنها تساعد على زيادة فرص الحمل. لنعرف أكثر عن العقم المؤقت، أسبابه وعلاجه، صار معنا ضيفنا بالاستديو الدكتور معتز اللحان، اختصاصي واستشاري بالأمراض النسائية والتوليد والجراحة. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح النور. اليوم عم نحكي عن موضوع يمكن بيستحوا الناس انهم يحكوا فيه، ولكن احنا لازم نتوسع شوي بالموضوع. العقم المؤقت، اول مره انا بسمع انه في شيء اسمه مؤقت، خلينا نشرح شوي هيك عنه. اسمحي لي اعترض شوي على الكلمه. مفهوم العقم تقريبا زال الحمد لله، يعني صار في البديل عنه شيء اسمه نقص الخصوبه. يعني كلمه العقم هي عباره عن رد للزوجين. ودائما بيخافوا منا انه والله انا عقيم. هي من حسن الحظ انه في نسبه من العقم، يعني ما بدنا ننكر، لكن نسبه قليله جدا جدا جدا. لكن الشيء الواسع هو موضوع نقص الخصوبه. نقص الخصوبه هو بيقسم لقسمين، ممكن يكون نقص خصوبه بدئي، يعني مرت الفتره النظاميه وما صار حمل، وممكن يكون نقص خصوبة ثانوي أو مثل ما تفضلتي مؤقت. صح. يعني حصل طارئ، الزوجين أنجبوا وبعدين منعوا فترة، بعدين عم يحاولوا يصير وما عم يصير. فهون موضوع أنه نقص الخصوبة المؤقت، يعني قابل للإصلاح. شو هي الخصوبة؟ خلينا كمان نتفق عليها. الخصوبة هي حدوث حمل خلال 12 شهر من زواج طبيعي كامل متواصل دون انقطاع. شو يعني؟ يعني زوجين ارتبطوا مع بعضهم برابط الزواج، ما عملوا مانع، وهي مع الأسف أغلب الزيجات ببداياتها بيحاولوا أنه يوقفوا فترة. وهون كمان خلينا نحط إشارة استفهام، يلي بيحب يوقف المفروض انه يعمل استقصاءات تطمن عن صحة الزوجة والزوج من الناحية الإنجابية، بعدين يفكر بتأجيل الحمل والإنجاب. هلا بشرح لك ليش. فالخصوبة هي حدوث الحمل خلال 12 شهر من زواج مستمر وطبيعي ونظامي. مستمر يعني ما والله الزوج بيطلع 3 شهور بيشتغل وبيرجع بيقعد أسبوعين أو جمعة وقعدوا سنة وما صار حمل، هذا غلط. حياة زوجية نظامية أيضا، ما في عوائق، ما في استعمال موانع طبيعية، وصحة إجمالية جيدة عند الزوجين. المفروض ما يستعجلوا الزوجين بالاستقصاءات اللي بدهم إياهم، إنه والله فورا تحمل، يعني خلال أسبوع شهر من الزواج أنه والله تأخرت ليش ما حملت. هون منوقع بأمورنا وعاداتنا الشرقية، فبيبلشوا بالزوجة يلي هي مع الأسف بيعتبروها الحلقة الأضعف من الموضوع، أنه لا الزوج ما في شيء، يعني الرجال ما بيعيبوا شيء. هذا كلام خطأ اجتماعي وطبي. بيبلشوا بالزوجة فبيبلشوا بالاستقصاءات. ممكن بعض الاستقصاءات تؤدي لأذية، تكون الصبية ما فيها شيء من خلال الاستقصاءات والإجراءات يلي بتتعرض لها، فممكن يأذوها تماماً تماماً، فبتؤدي لنقص خصوبة وهي بالأصل كانت خصوبتها جيدة. فخلينا ننقل الرسالة للمشاهدين اللي عم يسمعونا. كل زيجة تمت اليوم رجاءً طالما أمورهم نظامية ومستمرة قبل العام، مرور عام كامل على الزواج الطبيعي، لا نلجأ للاستقصاءات والعلاجات المتعددة. تمام. هلأ مضت السنة وما صار شيء. كمان هون بحب أنقل الصورة لكل اللي عم يسمعونا ويشاهدونا، أنه نبدأ بالزوج. تمام. ولا نبدأ بالزوجة. الموضوع الاستقصائي عند الزوج بسيط جداً وسهل جدا ولا يكلف شيء، عبارة عن تحليل السائل المنوي والتأكد من جودة النطفة
عددها حركتها لزوجتها. فلما بنطمئن بنكون غطينا 40%. يعني احنا ممكن نشخص الاصابه بالعقم من خلال هذا التحليل صح؟ تماما 40%. وعند المراه كيف؟ ها ها طمنا من ناحيه الزوج، يبقى كمان 40% عند الزوجه. هون نبدا باهم شيء كمان الساده اللي عم يشاهدونا ويسمعونا، اهم شيء هي مراجعه الطبيب وتاخذ حقها بالزياره الاولى بالاستقصاء وبالاستجواب الجيد لحالتها. تمام. انتظام الدوره، فتره البلوغ كمان. اسمحيني اقول لك بموضوع انتظام الدوره، مع الاسف نحن بنعاني بالعيادات 90% اذا ما كنت صح. بدي اقول 100% من نسائنا ما بيحفظوا اول يوم دوره، وهذا تمام. مشكله عند النساء. يمكن لانه ما عندنا ثقافه انه نتابع نحن مع دكتور. تماما ممكن تماما هذا الشيء تماما كمان. يعني ثقافه مع الاسف مع الاسف دائما لما بنسال المراجعه او السيده بالعياده فورا تقول لك خلصت منها يوم الفلاني صح. فهون ملاحظه خلينا ننقل حاله ثقافيه، كلمه خلصت منها تختلف من سيده الى سيده. في سيده بتخلص بثلاث ايام، في سيده بسبعة ايام، في سيده بتقعد 10 ايام. كل هذا بياثر على تماما لانه نحن فتره الاباضه فتره محدده، فلازم نحفظ اول يوم دوره. وهذا في ابلكيشن على الموبايل ممكن نستعمله، ممكن في ورقه روزنامه نقيمها ونحطها بالشنطه مشان اور او قلم ونتذكر. تمام. ممكن لحياتنا الروتينية ونظامنا الغذائي ممكن يكون في سبب لمشكلة العقم، أو مثل ما ذكرت حضرتك هو نقص خصوبة. هلأ هالناحية هامة جدا، يعني في عادات وتقاليد قد تؤثر على خصوبة الزوجين، منها التدخين إن كان للزوج أو للزوجة، منها مع الأسف مشروبات كحولية تؤثر، منها الإدمان على بعض الأدوية. هدول كثير ثلاث عوامل ما حدا بيطرق لهم بشكل مفصل وشديد، لكن هن بيلعبوا دور كثير بخفض نسبة الخصوبة سواء عند الزوج أو الزوجة. فالإقلاع عن التدخين كثير كثير مهم لما بيكون في حالة نقص خصوبة. الكحوليين المفروض يصير إقلاع عن الكحول نهائي، والمدمنين في مراكز لعلاج الإدمان. لا عم نحكي عن طريقة الوقاية من هذا الموضوع. إيه لا عم نبعد عن هذا الموضوع. تماماً. الأسباب بدي أسباب ووقاية. إيه هلأ الأسباب حكينا نحن بالتعريف الأولاني عنا 12 شهر حياة زوجية طبيعية، فأهم الأسباب هو عدم التواصل المستمر، فهذا بيعمل نقص خصوبة. اثنين اضطرابات الدورة الشهرية عند السيدة، تباعد، تقارب، نزوف، وجود إصابات. إذا بدنا نحكي عند السيدة نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مشاكل التهابية عند المرأة تتظاهر بحكة وحرقة وإفرازات ذات رائحة كريهة، مشاكل بعنق الرحم، ممكن يكون في أحياناً إصابات بعنق الرحم مثل بوليبات أو التهابات عنق رحم مزمنة قد تعيق الخصوبة. في مشاكل ضمن الرحم، تشوهات الرحم، رحم ذو قرنين، رحم ذو قرن وحيد، كمان هي ممكن انه تاثر على الخصوبه. وجود مشاكل بالرحم مثل الاورام الليفيه، البوليبات باطن الرحم، النزوف الطمسيه المتكرره بسبب الرحم. بعدين بنصل للبوقين، مشاكل البوقين اكثر ما تكون سبب لنقص الخصوبه، الالتهابات المتكررة بالحوض أو استعمال وسائل منع غير نظامية تؤدي إلى إصابة البوقين، قد تؤدي إلى انسداد البوقين، وهون بصير في مشكلة إنه صار نقص الخصوبة معيق ودائم. بتطور العلم نحن بنقدر نلحق هاي الحالة. وآخر شيء آخر شيء نحن مشينا من تحت من الأسفل إلى الأعلى، المبيضين، مشاكل ضعف الإباضة وعدم الإباضة ووجود اكياس او تكيسات. مع التطور العلمي كنت عم اقول لك دكتور انه نحن صرنا بنقدر نلحق الحاله من اولها. تماما تماما. فنحن اليوم شو الوقايه؟ نحن اهم شيء بالوقايه هي زياره الطبيب ورفع الثقافه الاخصابيه صح. عند الطرفين. في كثير مع الاسف من الاخطاء الشائعه بالممارسه بالحياه الزوجيه بتكون هي الخلفيه لنقص الخصوبه. تمام دكتور. لما الطبيب بيشرح لهم الوضع النظامي لا الحياة الزوجية العادية لحنحل مشكلة نقص الخصوبة ويحصلوا على حمل
وبشكل جيد. تمام، إذا بدنا نروح على العلاج، شو العلاج أو الحل الأولي يلي ممكن الدكتور يقترحه للمتزوجين جدد؟ هلأ العلاج يستند على القصة المرضية الجيدة للطرفين وتشخيص السبب المؤدي وتدبيره. أهم شيء موضوع انتظام الدورة، التأكد من حدوث الإباضة في حال نقص. ممكن يكون في أدوية يأخذوها أكيد الزوج والزوجة؟ أكيد أكيد. يكون أكيد هذا حل أولي لإلهم؟ أكيد، لما نحن بيجي الزوجين وصحياً جيدين وفي خلل بسيط باضطراب الدورة، فممكن نعمل شيء اسمه برنامج إخصابي. برنامج الإخصابي هو طريقة علاجية دوائية وسلوكية لرفع نسبة الخصوبة. فنبلش بمحرضات الإباضة حتى نضمن حدوث الإباضة عند الزوجة، منركز على المناسبات الزوجية النظامية بفترة الإباضة، ومنتأكد أنه الإباضة حدثت، ومنركز أيضا على فترة النصف الثاني من الدورة الشهرية أنه نعطي أدوية بتهيئ بطانة الرحم لتعشيش هذا الحمل، وبالنتيجة بنحصل على نتيجة جيدة بالحمل. تمام، إذا ما تم العلاج بالأدوية شو الطريقة الثانية اللي ممكن نتصرف فيها؟ هون حكيت لك الموضوع موضوع علاج الأسباب. العلاج يستند على الأسباب، فإذا عنا شو خيارنا الثاني بالعلاج إذا اليوم ما لجأنا للأدوية؟ هلأ لا، في علاجات جراحية مثلا. تمام. لما بيكون في بوليبات باطن الرحم مفروض نستأصلها، إذا في أورام ليفية شاغلة لحيز جوف الرحم تمنع تعشيش الحمل فمفروض نعمل جراحة ونستأصل هذه الأورام الليفية. إذا كان في عنا مشاكل على مستوى المبيضين، أكياس متعددة أو كيسات كبيرة تعيق الحمل، فهون في وسائل جراحية ممكن نتدخل. إذا كانت من ناحية جراحية سليمة، في قسم من نقص الخصوبة اسمه نقص خصوبة مجهول السبب. هذا يعتمد على تدخل بحيز اسمه الإخصاب المساعد. بمعنى إجراءات بيعملها الطبيب، منها حقن السائل بفترة الخصوبة ضمن جوف الرحم، أو نلجأ ل طفل الانبوب. في معلومه شائعه دكتور بيقولوا، يعني ما بعرف اذا هي خطا او صح، انت اليوم بدك تقول لي اذا هي خطا او صح، اللي هو نقص الخصوبه عند الرجال اعلى ولا عند النساء اعلى؟ الحقيقه التلت عند الرجال والتلت عند النساء، وفي تلت مجهول السبب، فهن متساويين. لذلك نحن دائما برجع مثل ما بلشنا بالبدايه، لا نبرئ الرجل. يعني النصيحه دائما ان نبدا بالزوج، لأنه موضوع استقصاء الزوج بسيط وممكن بالعلاج يتحسن عنده الوضع ويصير الخصوبة جيدة تماماً، أكثر ما نشتغل على المرأة. ونحن مع الأسف يعني منشاهدها بعياداتنا، المرأة بتكون عم تفتل سنة وسنتين أحياناً وتحليل سائل للزوج مو عاملينه، فهذا غلط بالممارسة وغلط بالثقافة الشعبية عند الناس، أنه يبقى الرجل طالما ظاهرياً ما في مشكلة معناتها لا يعيبه شيء. بمجتمعاتنا العربية أكيد، بس هذا الكلام طبعاً. يعني بختام حديثنا أكيد بدنا نشكر كثير لوجودك معنا دكتور لهالمعلومات المهمة والمفيدة. أهلا وسهلا، شكرا لكم، شكرا لقناة سما، شكرا لوالد.